فهو أولا تكملة لموضوع الأذان، ثانيا دراسة لموضوع الاستئذان. فالاستئذان مع الأذان الاثنان يكملان موضوعا واحدا تقريبا. ولذلك ذكر في آية النور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. واحنا اتكلمنا أمس على أحكام كثيرة من أحكام السلام، بقيت بعض الأحكام خاصة بالسلام نكملها اليوم حتى يتذكرها الإنسان. أولا السجدة في السلام بالنسبة للماسي مع الجالس أن الماسي يسلم على القاعد، وبالنسبة للنساء لما يكون كل ماسي أن الراكب يسلم على الماسي على رجليه. طبعا الكلام ده لما يكون راكب في هادئ، راكب بعير، راكب حمار، لكن إذا كان راكب سيارة كيف هيسلم عليه؟ الكسر لو عملنا حكاية السيارات دي هتحصل دعامات وزارة الداخلية تروح مطلعة بيان ضد السلام، لأنه هيعمل الدعامات دي عشان هو مستلم. فيبقى الركوب الهادئ لأشياء تصلح، يبقى الراكب هو اللي بيتكلم على الماشي أو على القاعد. طب اثنين ماشيين، مين يسلم على الآخر؟ أن يسلم الصغير على الكبير. زين، طب لو الكبير سلم أول يبقى مستور، ولو الفضل أكثر، لأن الحديث وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فالذي يقول السلام أولا له فضل أكثر، الذي يبدأ بالسلام له فضل أكثر. طيب لو أنك أنت داخل السوق والسوق مليء بالناس، طبعا هتلقي السلام، طب تلقي على مين؟ يعني أنت تبقى متزحم، ده جنبك وده وراك وده أمامك وده الجنب الآخر، تقول يا السلام عليكم، السلام عليكم، يا أخويا السلام عليكم، يا أخينا اللي جنبك السلام عليكم، يا أخويا اللي ماشي السلام عليكم، ده هتبقى متخلطة. أمال ماذا يعمل في السوق الإنسان؟ قال يسلم سلاما منقطعا، يعني داخل عند صاحب المحل يقول له السلام عليكم، مر على واحد يعرفه السلام عليكم، وجد واحد نظر اليه بعد فتره يقول له السلام عليكم، يعني مش سلام متواصل، سلام متقطع حسب المقتضيات والظروف اللي موجوده في السوق. واضح؟ وعلى فكره السوق يعتبر بالنسبة للسلام، يعني المجتمعات تعتبر صورة جميلة، لأنه الواحد يتاجر فيها تجارة ضخمة. يعني لو الواحد مثلا مر وألقى 100 سلام في السوق، السلام دي كل واحدة بس بتقول السلام عليكم ورحمة الله. الحديث السلام عليكم على 10 حسنات، ورحمة الله عليها 10 حسنات، وبركاته عليها 10 حسنات. من ألا قلت لواحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاكد انت كم حسنة؟ 30 حسنة. عال، فلو انت مريت على 100 وكل واحد بتقول له السلام عليكم ورحمة الله، يبقى تاخد يعني انت معاك 200، ال 200 دولة 10 على كل يبقوا ب 2000، 2000 حسنة الواحد يخبطهم من طلعة السوق وراجع. ولذلك عبد الله بن عمر كان يطلع فيمر بالسوق ثم لا يشتري شيئا، فقال له خادمه: انك تخرج الى السوق ولا تشتري. فقال له: اما ترانا نسلم على من لقيناه؟ يعني احنا طالعين عشان السلام، من اجل السلام خرجنا، تجارب نخبط صوت حسنات ثم رجعنا. فإذا هذه هي طريقة السلام بالنسبة لمن كان ومن يمر في السوق.
السلام على الصبيان سنة لتأنيس قلوبهم وتأليسهم وعدم حاسهم. ولذلك أنس بن مالك كان يمر فيسلم على الصبيان ثم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولو كان انت وجدت صبي جالس مع واحد كبير بتسلم، لو رد الصبي ولم يرد الكبير يبقى الكبير آثم مذنب. ليه؟ لأنه لم يجب، والإجابة فرض، وإجابة الصبي لا تكفي عن الكبير، لأن هو عليه مسؤولية، هي مثلث والصبي غير مثلث. طيب، هذا بالنسبة كما قلنا للسلام على الصبي، سلام الناس على القاعد، سلام الكبير الصغير على الكبير، لو اثنان متقابلان يبقى الصغير يسلم على الكبير، هذا عرفناه. لو اننا بالنسبة للسلام داخلين في مكان عام، يعني مثلا انت داخل ديانية كبيرة او المسجد الوقت ما في صلاة والناس كلها مستعدة للدرس وقاعدة من غير ما في درس ولا حاجة، فالمكان كبير فدخلت بتقول انت السلام عليكم، او ما تتصل على الناس في الديانية في المسجد في اي حتة بعد بس المسجد التحية بتاع المسجد تكون مقدمة اولا، اذا قلت السلام عليكم رد عليك البعض اللي سمع زين، بعدين انت دخلت جوه علشان تجلس في مكان، ان المكان اللي دخلت تجلس فيه ما سمعوك وانت بتقول السلام عليكم، هل لهم سلام جديد ام السلام الاول للعموم يكفي؟ هما رأيان، رأي يقول محتاجين لسلام جديد لانك هتجلس بينهم ولم يسمعوك، ورأي يقول ان السلام الاول يكفي. والذي اراه وهو ما يتفق مع السنة فيما اظن ان لما تدخل عند جماعة ما سمعوك وتجلس بينهم ان تقول لهم السلام عليكم، لان السلام اناث ومودة وحب، ودول ما سمعوك تسلم فجلوسك بينهم بدون القاء سلام يبقى فيه نوع من الوحدة. قالوا ومن هنا نفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ثلاثا؟ هل كان لما يدخل على مكان كده يقف يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ قالوا مش معقول. امال ايه؟ هل بيلقي السلام الاول على من سمعه؟ فاذا دخل وجد مجموعه اخرى القى عليها السلام، اذا وجد مجموعه ثالثه لم تكن سمعت يلقي عليها السلام، يبقى هذا هو المعقول. طيب بالنسبة لو انت داخل بوسكو تسلم على الست وعلى ولادك ولا ما تسلمش؟ القرآن بيقول فإذ تسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وما أحسن وما أجمل أن يدخل الرجل على أولاده وزوجته فيقول السلام عليكم، وخصوصا لو كان يعني فيه جعل في الصباح أو مركزة، وبعدين هو قال السلام عليكم، الست ردت كده وهي مكسرة ويمكن ما رجعت ترد، وبعدين لما يرجع ويجي يخش داخل كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ الفكر تكسرت الصباح مش هتظل إلى المساء، فهتقول له عليكم السلام ورحمة الله ونب أن صلحنا، لا محتاجين انت زعلانة ليه ولا مكسرة ليه ولا مضايقة هنعمل قضية، ما في داعي بقى للكلام ده. ولذلك القرآن بيقول تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني أن تحية الله في البيت فيها البركة وفيها الخير لأهل البيت. فدي عملية سهلة جدا، حتى لو واحد فعل وعايز يعني يخلص المسألة يقف السلام عليكم، ما ردوش تقول السلام عليكم،
ما ردوش يا ناس اللي هنا السلام عليكم ولا سيب البيت واطلع، طبعا هيردوا تتحل العملية ماشي ولا مش ماشي. الاسلام بيعلمكم الفرفشة والنعمسة والحاجات، الحياة الجميلة الطيبة. طب انت داخل البيت وهم ما في حد في البيت، دخلت ما وجدت احد، تسلم ولا لقى؟ تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعباد الله الصالحين اللي موجودين، انت عارف البيت دايما ما تكون الملائكة موجودة واحبابنا الصالحين موجودين، ما بيسيبوش البيت خالص، لا يتركون البيت. احبابنا مين؟ طب احنا عنك عارفينهم طبعا، لان احنا اخواننا من الجن موجودين في الجامعة في الجن، في الشارع في الجن، في البيت في الجن، في كل حتة موجودين. ما دام تقول بسم الله وتذكر الله لا يؤذيك احد ولا يتعرض لك على الاطلاق، وهم محكومون بقانون من عند الله. ما تفكرش من حكايه طيبه يعني بيتصرفوا على مزاجهم. طيب باقي مساله، لو انت ماشي انت وزميلك، وبعدين زميلك هذا فرق بينك وبين سياره، فرق بينك وبين الجدار شجرات ورا بعضها، ثم التقيتما السنه. إذا فرقت بينك وبين زميلك شجرة أو جدار أو حجر، إنك لما تقابل ثاني تقول له السلام عليكم. ده نص الحديث الصحيح. طب كويس، لو أنت جالس مع إخوانك وأنت داخل بتقول لهم السلام عليكم، طب لما تيجي صائم تقول السلام عليكم ولا ما تقول؟ لا، الحديث يقول تقول السلام عليكم فليست الاولى باحق من الثانيه. يعني عليك ان تلقي السلام عند الفراق كما تلقي السلام عند التلافي عند اللقاء. يعني بنلتقي بنقول السلام عليكم، لما نيجي نفترق بنقول السلام عليكم ورحمه الله، ويبقى ده جميل. سؤال اخير، ما معنى السلام عليكم؟ لها احد معنيين. السلام اسم من اسماء الله، فاذا قلت لواحد السلام عليك يعني اسم الله عليك، يعني بركة اسم الله عليك، فانت في حفظ الله ورعايته، وانت كأنك تدعو له ان يكون في حفظ الله وعناية الله. اما اذا جئت ورحمه الله يبقى تدعو له ان يكون في رحمه الله، ولما تقول يا بركات يبقى دعاء ان يكون في بركه الله تعالى. وفي راي اخر يقول السلام معناه السلامه والامانه، فاذا قلت لانسان السلام عليكم يعني الامان عليكم والسلامه لكم من كل داء ومن كل شر ومن كل مصيبه، فأنت تدعو له بالسلامة من كل سوء. واضح أن السلام إما أن نسلم على أنه اسم من أسماء الله، يعني تدعو لصاحبك أنه في حفظ الله ورعايته، أو السلام عليكم معناها السلامة والأمن والاطمئنان عليكم. واضح؟ واضح. طيب قبل ما ننقل هذا السلام، لا يجوز شرعا ان نستبدل به شيئا اخر في تحيات المسلم. يعني اول ما تقابل صاحبك تقوم تقول له مساء الخير يا فلان، صبحك الله بالخير، وبناكل احنا صبحك الله، بنقول الله بالخير يا ابو فلان، الله بالخير يا ابو علان، الله بالخير الله بالخير، والسلام عليكم طارت. طلعناها ليه؟ الاول نقول السلام عليكم، بعد ما نأدي التحية الشرعية قلنا صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير، كيف حالك وشلونك وشلون الاولاد وشلون صحتك وكيف حال السوق والاسهم النهارده كسبانة ولا خسرانة،
الحكاية زين ولا سين؟ يا ترى رمضان حيجيب مكتب كتير ولا لا؟ حنغلي العمارات كمان شوية ولا مش حنغلي المساجد كمان شوية؟ ما تفكر لنا بشغلة بدل ما قبل ما نتكلم نخلص. حق الفرع اولا هو السلام عليكم والرد عليكم السلام. مثلا لما نبدا بصباح الخير ومساء الخير ونهار السعيد وليله السعيده وسبحانك وسلامك، يبقى احنا مبتدعين ولسنا شرعيين وهذا مكروه طبعا. في حاجه بقى من البدع بنبدأ عليها زي ما نبهنا على دي، بقبلك واحد بتعمله ازاي؟ هو كمان يعمل لك او كده اهلا، يعني تحيات كثيرة باليد بالاثنين بواحدة بالدماغ بالروسية اي حاجة، هذا بيعتبر تحية بين الناس. اذا ما كل واحد بعيد تعمله كده هو برضه بيعمل لك. إذا عملناها بدون السلام عليكم فهي بدعة مكروهة، ما يصح الناس. أما إن كانت تبقى جايزة، إذا كان صاحبك بعيد عنك، لو قلت له السلام عليكم بصوت مرتفع ما يسمعك، فإن أنت تقول له السلام عليكم بصوت عادي وتصير بإيدك تقول له السلام عليكم يا أبو فلان، هو من هناك لما وجدك عملت كده وتلفظ عرف إنك بتقول السلام عليكم، فبيعمل لك كده ويقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيعمل كده. وعلى هذا الأساس يبقى الإثارة مع اللفظ تبقى سنة، أما الإثارة بدون اللفظ تبقى بدعة، إلا إذا كان اللي بيصير ده إنسان أصم أقرص ما بيعرف شيء، يوم خلاص الأقرص يعمل إيه إلا الإثارة؟ بالإثارة بس. أما الجماعة اللي بيتكلموا بيستعملوا سلاح الإثارة ليه؟ أما محتاجين سلاح الكلام الهاتف موجود ممكن يتكلم، فيستعمل الإثارة بس يعتبر استعمال الإثارة فقط لمثل هذا غلط. الإثارة من غير كلام مطلوبة في حالة واحدة، لو واحد سلم عليك وأنت في الصلاة تعمل إيه؟ تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، السلام داخل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الثالث السلام عليكم، يا عليكم السلام ورحمة الله، رضا غير المردود عليهم ولا الضالين، أنا مسلم النهاردة. مش هنصلي، هنصلي أنت. أولاً لا يلقى السلام تعمداً على مسلم، هذا هو القول القول. فإن سلم على المصلي أحد يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد بالإثارة، إما بإثارة الإصبع أو بإثارة اليد الكف، يعني كأني أنا سمعتك وده يعتبر ردا عليه ولا يرد باللسان. فإن رد باللسان وهو عالم بالمنع الشرعي فصلت صلاته، وإن رد باللسان ولم يكن عالم بالمنع يبقى حرم عليه ولا تبطل الصلاة. هكذا ذكر الإمام النووي. طيب افتكر بقى احنا خلصنا من الكلام، خلص بقى على الاستئذان. الاستئذان ده الحقيقة على ايه؟ اتكلمنا فيه أمس يا أخي، موجود في رسم الكلام ده كله طول أمس. نعم التليفون هو تليفون، إذا كلمت بالتليفون مطلوب يرد بالتليفون. كمان لو كلمت أنت ذكرتني، لو كلمت في المكتوب أول ما يوصل المكتوب ويسمع ويقرأ السلام عليكم واجب عليه أن يرد بأول ما يقرأ على طول. يعني يقول له يرد ولو إن بكها مثلا في الأردن وهي هنا يقول عليه السلام أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح يا شيخ؟
الطيارة بدون ما يتلفظ زي القطارة بدون لفظ تمام. لا وساعات بقى نعملها سولة الكولة ايادي يعني تحية سباع الكور مساء الكور زي الكورة ونكون جنب بعض يا خلتونا ما عرفت منكي. فهذا معروف بالنسبة للسلام في الدور ده كله أفكر مفهوم. موضوع الاستئذان الواقع موضوع دقيق أيضا وهام، وأمر الأمور دي ما بين الواجب والسنة. أولا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. نمشي مع الآيات. أولا آية القرآن يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. اتفق العلماء على أنه يحرم على أي مسلم أن يدخل بيتا غير بيته بدون استئذان بدون استئذان. كلمة غير بيوتكم تشمل بيوت الأجانب كلها. طيب لو كان بيت أختك أو بيت أمك أو عمتك أو خالتك يدخل باستئذان أو بدون استئذان؟ يستأذن يستأذن ولو على أمه ما دامت في بيت وحدها. ولذلك سئل ابن مسعود عن ذلك أن استأذنوا على أمهاتنا معنى الحديث قال نعم استأذنوا أتحب أن ترى أمك عريانة؟ قال لا. قال إذن فاستأذن عليها. وكان أظن طاووس يقول إن الاستئذان على المحارم من أهم المؤكدات يعني على أختك وعمتك وخالتك تستأذن أنت بتتهاون يعني ما هو بيت أختي وتوفى تحوداتك طب افرض أختك دي أريان افرض على حالة سيئة افرض إن هي في صورة ما تحب ولا زوجها يراها لا زوجها ما تحب أن يراها كيف تدخل بدون أن تستأذن؟ يمكن عندهم حاجات في البيت يحب إنك أنت لا تراها لأنك لو رأيتها تزعل تعمل معركة تعمل مشكلة. أنت قلت لها مثلا ما تدخلوش الشيء الفلاني بيتكم زوجها قال لها لا أنا عاوز الشيء الفلاني ده يدخل بيتنا على أساس إن الشيء ده مش حرام. تطيع أخاها أم أباها أم زوجها وهي في بيت زوجها؟ ما الحكم الشرعي في هذا؟ تطيع من؟ ظن موجود عندكم في الكتاب السلوك الاجتماعي إذا انتقلت المرأة إلى بيت زوجها فليس لأبيها عليها سلطان ومهما أمرها أبوها وأمرها زوجها بالعكس فعليها أن تسمع قول زوجها وليس عليها أن تسمع قول أبيها إلا في الأمور الشرعية لأن الحكم للشرع ويبقى الشرع هو اللي بينفذ. وعلى هذا الأساس ندرس الحكم الحكمة في أن الفتاة أو البنت لا يجوز شرعا لأهلها أن يتدخلوا في شؤونها بعد أن تذهب إلى بيت زوجها. لكن بعد ما تذهب أمها بتقول لها يراها قالت إيه؟ سويت إيه؟ أكلت إيه؟ أشربت إيه؟ عايشين إزاي؟ بيعاملك زين ولا مش زين؟ أوعى تسكتي له الرجال لما تسكتي له من الأول على طول يرتبوكوا ما تستطيع بعد كده إنك أنت تنفذي أوامر يعتبرك زي الخدامة كأنك وعلى طول يا فندم تبتدي الأوامر من بيت الأم
وتبتدي المشاكل في بيت الزوج. الراجل يسيب مراته زين يجي يجيبها تكسيرة وتعبيسة وتبويزة والدنيا كلها تؤدي مخلوقة. ما هو تقول البيت الاصل امها وصلت. لا ما بيصير هذا حرام. لو كان الامر كذلك يبقى الراجل ده مش عارف هيتزوج البت ولا ام البت ولا بالبت ولا اخت البت ولا اخت البت هيعيش فين؟ تبقى مشكلة. ما بيجوز. يجب نعرف حدودنا تمام كما امرنا الله تعالى. لما بنتكوا تستكوا ابقوا انتفوها. اذا لم تسكوا لكم فلا تسألوا. وحتى لو الواحد ضرب امرأته لا يجوز لأحد يقول له ليه ضربت امرأتك. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. ليه؟ طب ما يمكن ضربها لحاجة سر بينهم وبين بعض. انت تقعد تقول ليه ضربك ليه ضربك بتتجلد. هذا خصوصية. يبقى هتقول لك ايه؟ جه يقبلها مرضيه. ضرب. هتقول لك ايه هي؟ جه كده ولا كده مرضيه ضربها مثلا. هتقول ايه بقى يا اللي ايه؟ فما تتدخلوا وسيبوهم بقى. طب انتوا مين كنتوا بالسؤالات؟ اذا الاستئذان مطلوب حتى على المحارم. طيب وزوجة الواحد والواحد داخل يستأذن؟ قالوا لا يستأذن لأن القرآن يقول غير بيوتكم وزوجتك في بيتك. إنما يعلن عن نفسه كما قال الإمام أحمد بن حنبل قال إذا دخل الرجل لا يفاجئ امرأته إنما يعلن عن دخوله يتنحنح يخبط خبطة أول ما داخل يقول يا أولاد فين أنتوا؟ أنتوا في أي مكان؟ إيش بتعملوا؟ يعني نحن هنا احنا وصلنا. ليه؟ قالوا برضو المرأة احيانا تكون على حالة لا تحب ان يراها زوجها عليها. مثل منظمة شعرها مثل منظفة نفسها مثل كده مثل كده. ولذلك احيانا الراجل يدخل تروح الست اول ما تعلم ان الزوجة وصل تروح داخل الحمام. يا ما كانت عايزة حمام لكن الحمام باعتباره فيه مرآة وفيه ماء وفيه صابون وفيه أثر وكده بتخش لأنها ما كانتش مستعدة والراجل جه صغير الأول وكانت منكوسة وحالتها تعبانة مش عايزة زوجها يشوفها بالشكل ده. لما تكون الست بقى دايما عايزة ترضي زوجها وتكون أمانة بشكل جميل. فإذا إعلامك بدخولك مصلحة يا أخي لك. يبقى لك أنت. مين أن ده بيخلي الأمور تنسى طبيعية الزوجة تأخذ حريتها وتأخذ راحتها في الاستعداد لمقابلة زوجها. زوجها. وإحنا كنا بنقول إن عيب لما الست تقابل زوجها بملابس المطبخ ورائحة البصل ورائحة الثوم ورائحة البيت ورائحة عيب الكلام ده قبل ما يجي الزوج تكون هي نظمت نفسها وطيبت وعطرت ولبست احسن لبس وبدات تستعد لاستقبال زوجها حتى لو كانت متعبه ببسمه جميله وكلمه حلوه ومقابله لذيذه كويسه. ليه؟ لان الراجل زي مرهق وتعبان ويمكن متقلق وزعلان ويمكن النهارده الاسهم نزلت كام حته وهو متنكد عشان الاسهم دي مشكله الاسهم. فمين يقابله مقابلة ترضيه وتطرح نفسه وصبره زوجته. اذا عليها تستعد لهذه المقابلة. طب كيف تستعد؟ المسألة زي ما قلنا لكم ان بيبقى الماء يجب كل واحد يهتم بالثاني. اذا ما اهتمت المرأة بالرجل واهتم الرجل بالمرأة بعد فترة بيكرهوا بعض اوي يبقى يعني حتى عيشتهم في البيت عيشة تعبانة. لا يقول البعض ما احنا كبرنا وخلاص هنتزين ليه بقى؟ الراجل يلبس اي حاجة في البيت ويخربط اي خرابيط وعرقه وريحته وما بيهم ده
والست تسمى العرق تسمى الريحة. طب وايه يعني ده عرق الجوز ده اصله عز؟ عز ايه؟ من عز حالة لكن عز لانك بتشتغل، لكن عز علشان يعني تزكي لما في البيت ما بيصير. فزي عبد الله بن مسعود كان اقول اني لاتزين لامرأتي كما تتزين لي. قالوا له من اين ذلك؟ قال من قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني اخذها من كتاب الله تعالى. وظن عبد الله بن عمر ناداه رجل فوجد على كتفه ملحقه شكلها جميل وحمرا وحلوه قوي، وقال عبد الله بن عمر ده كانه يعني عارف له الجسد. فاللي عايز يكلمه نظر اليه قال انا جاءت بهذه فوضعتها علي وهن يحببن منا ما نحبه منهن، يعني هم بيحبوا ان الراجل يكون كده شكله مهندم وظريف وريحته حلوه واسلوبه حلو، يعني ذوقه جنتلمان كما نحب ان يكون كذلك. مش احنا بنحب ان الست تكون متزينه ومتعطره ومتريحه ومتفرحه ومترجبه، او انت مثل ما تحب منها هي برضه بتحب كده. ايه اللي بيحصل في الموضوع؟ احنا في الترجمة. فاذا دخلت على زوجتك فتنحنح، اجر انك انت جيت وانت في الخارج اضرب زمور كثيف عشان ما تزعجش الجيران. ده الكلام ده عشان زوجتك، لكن الجيران جنبهم ايه؟ المهم فعلا انك انت هنا، انت هنا، واضح؟ هذا هو الشرع. طيب لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. القرآن قال تستأنسوا وتسلموا، يعني الاستئذان قبل السلام. خدوا بالكم لما نروح للحديث نجد لما ذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين وقف على الباب وقال أألد يعني أدخل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لخادمه اذهب إليه تعلمه وقل له يقول السلام عليكم أأدخلوا. فهو سمع الرسول وهو بيعلم الخادم فقال السلام عليكم يا رسول الله أأدخلوا، فقال له ففي الحديث السلام قبل الاستئذان، والآية ذكرت الاستئذان قبل السلام. فإيش نعمل ايه؟ العلماء قالوا هي ما في مشكلة، ما فيش مشكلة، المسألة بترجع إلى الحالة اللي أنت فيها أنت وصاحب البيت. لما حضرتك روح إذا رأيت صاحب المنزل أول ما وصلت أو الراجل أنت دقيت الباب فسمعت صوته تقوم تقول له ما دام سمعته هي سمعت يا فلان السلام عليكم أأدخل تأذن لأدخل؟ يقول لك أدخل. يبقى هنا أنت بدأت بالسلام قبل الاستئذان. رحت أول ما ذهبت وجدت جالس على باب الدار أو جالس في مكان واضح تقول له السلام عليكم تسمح أجلس؟ يقول لك اتفضل اجلس. لكن لو كان انت الامر ما في احد امامك بتدق الباب فانت عايز تدخل فجه طلع لك القسم الصغير تقول له كبر اباك ان فلان موجود يأذن لي ادخل؟ فلما يطلع القسم
هيبلغ انت بتستأذن دلوقتي اولا. فاذا ما دخلت قلت السلام عليكم. يبقى اذا حسب الوضع اللي انت فيه. ان كان الوضع الاستئذان يحتاج الاستئذان اولا ما شفت احد من اللي هتكلم عليهم تستأذن اولا. والا يبقى السلام اولا. وهذا الاصل في الواقع ان السلام بيكون الاول في غالب الاحوال. واضح؟ طيب. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. هنا في كلمة السلام عليكم أأذن. أنت بتستأذن علشان تدخل في السلام. يبقى الدخول بغير استئذان حرام، والدخول بغير ما تلقي بدون إذا دخلت ولم تلقي السلام يبقى مكروه لأنك تركت السنة. طب افرض هنا وانا بستأذن اين اقف؟ الباب مفتوح نص فتحة، باب الدار او باب الشقة. اجي كده على باب الدار واقول يا فلان، وابص فارى من في البيت، اقول له ازيك السلام عليكم اكل. طب ويا لازمتها ايه دي؟ وانت خليت حاجة؟ ما انت شفت كل اللي في الدار. الحديث الاستئذان من اجل النظر، وحضرتك نظرك سرق كل من في البيت قبل الاستئذان. يبقى احنا انت عملت غلط. امال اعمل ايه؟ قال لك تقف في جهه اليمين الباب او شمال الباب اذا كان الباب مفتوح، وتستاذن وتقول ادخل او تسلم ثم تستاذن. لكن تقف فترى من في البيت هذا مكروه، والبعض قال حرام لان عينه تتلصص على غيره. وفي المبدا الشرعي لو ان انسان تلصص بعينه على غيره من شق الباب او قرن باب ونظر منه فجاء صاحب الدار وقطع عينه لم يكن عليه دية ولا قصاص. بنص الحديث لان هذا يعتبر معتديا، وهذا هو راي كثير من العلماء. ولذلك كان في واحد ينظر من باب النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي كان معاه مسقط مثل المسله الطويله دي، فخرج به. فلما الرجل ادرك تباعد، فالنبي عليه الصلاه والسلام يوم راه قال لو بقيت لقطعت عينك بهذا. فقال يا رسول الله لا اعوذ. إذن ممنوع البسبسة قبل السلام، يعني البس الكثير قبل السلام والاستئذان. طيب لما تقول له يا فلان السلام عليكم ورحمة الله أأدخل؟ يقول لك اتفضل اتفضل. طبيعة العرب عندهم الطريقة دي، أول ما تقول له السلام عليكم يقول لك اتفضل اتفضل أهلا وسهلا قربت أكل البركة. هو لسه ما استعد، لا اعد المكان ولا الناس اللي جالسين قال لهم ادخلوا. وكل الناس عندها ديوانيه زي كان الكويتيين في الدول الكبيره بتاعتهم، الكويتي عنده الديوانيه بره بعيده عن اهل البيت كلهم. فلما بيقول لك اتفضل ادخل الديوانيه الباب مفتوح والامور جاهزه. لكن لو انت جاي داخل عند حسن ايوب ساكن في شقه، فلما هتيجي انت تدخل بيعمل حساب الستارة بتنزل علشان تفصل بين اهل البيت وبين اي واحد داخل. ان كان حد رافع صوته بيتكلموا كده في حاجه في البيت بيشتريها بيستعد. فلما انت بتقول ادخل انا بقول لك اتفضل، ما تخشش على طول. بقول لك ما تبقاش تدخل على طول، ما تستنى شويه داخل ليه بسرعه؟ انتظر. لما اقول لك انا بقول لك اول مره اتفضل، وبعدين اقول له اللي في البيت اشيل كده اشيل حاجات يعني في البيت. اتفضل يا اخوانا يعني احنا مستعدين. في الثالثه بقول لك اتفضل يا اخي اتفضل الله يكرمك اتفضل. باين على الثالثه دي ان انا مستعدين. انما الاولانيه اتفضل يا اخي اتفضل. الثانيه يا اخي اتفضل ما يعني اصل ما في اصل يعني اتفضل. انما الثالثه اتفضل يا اخي اتفضل باب مفتوح وتفتح الباب على اخره كله. يبقى اذا مراعاة الذوق في هذا امور مطلوبة طوعا حتى لا يحصل احرام
ولا جرح احساس. الصفر اصبحت واضح. يبقى عمليه استاذن دي وبعدين اقدم والسلام عرفنا العمليه دي عرفناها كيف تحصل. طيب افرض ان انت جاي تزور وانا حصلت لي انا الكلام ده بحصل في بيتنا كتير. وانا برضه ممكن ابحث لك في الاول. لكن اقول لك هل انت اتصلت بيا بالتليفون خدت معاد؟ بتقول لي لا. طب يا اخي انا عندي انا مرتبط باشياء كثيره وعندي شغل. لو كل واحد هيجيني على مزاجه ده انا ولا حعرف امام سنه. في ناس مستكبره. فامال كيف؟ انا بقول يعني انت ما جيت من غير ما تاخد مني موعد فانا يعني متاسف. معناها ايه؟ معناها يعني اطلع روح. ايه هي دي عايزه حاجه؟ ما تقولوهاش. انت خايفين ليه؟ معناها يعني استاذن او قصر الجلسه جدا وكان سؤال ولا كلمه كده ولا كده وخلصوني. لانه ما ينفع الجلسه في الوقت ده عايزين استعداد. ولذلك جل القران قال وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم. لو اخوك المسلم ما عندوش استعداد يمكن البيت مش مفروض يمكن الاهل مش مستعدين يمكن هو مش مستعد يمكن فيه الف يمكن الف عذر فعليك ان تلتمس العذر لاخيك. ومثلها مثلا ما لو فتح الباب وما قالك تتفضل قال لك خير ان شاء الله تقول له اصل انا جاي لك عشان تكتب تقول له الحقيقه انت ما خدتش ميعاد يعني وانا اصل كنت مشغول شويه يعني ايه يعني عاوز يقول لك ان حتى لو فتحت الباب ما اقدرش ادخلك لان في حاجات هنا مش قادر ادخلك يعني ارجع. فنبقى احنا عندنا الحس الاجتماعي الذوق الاجتماعي ما بينش جذب اساسا محرجه يبقى على طول انت بتقول طب اجيلك في موعد اخر انا متستر متاسف عشان جيت من غير مواعيد الله يقويك ممكن تبقى تتصل بيا علشان تقول لي على الموعد المناسب والسلام عليكم ورحمه الله. وتبين انك انت مسرور وانك انت اللي بتكون متاسف وانت اللي بتقول له انا اعتذر لما فيك يحس ان انت ما انتش متالم ولا زعلان ولا منقاد ولا كلاله. واضح؟ طب زعلان ليه؟ باقي نقطه ليس عليكم ادخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم. ده كويس. البيوت المسكونة دي حاجة لا احترامها. البيوت غير المسكونة اللي هي الديوانيات اللي بابها مدفوع على طول عمك محمد وحسين هربان النهارده انت دي جلسة جميلة جدا للنوم. للنوم حلوة. فالديوانية الباب الكبير مدفوع على الديوانية بتيجي تدخل على طول فما بيعود يعني احيانا صاحب الديوانية بيكون لاخوانه فاتحا لديوانيته وباب بيته يدخل من يشاء وقت ما يشاء سواء كان هو موجودا او غير موجود. يبقى ديوانيته انك تدخل بدون استئذان. ليه؟ لان العرف وعاده صاحب هذه الديوانيه انها مفتوحه على طول. كمان المكان اللي موجود في الوزاره اللي هي غرفة المدير غرفة الموظف غرفة الثاني على طول بيدخلوا لأن لهم مصالح فيها متاع لكم. المصدر اللي أنت بتشتري منه المعرض اللي فيه أشياء البيت اللي بيحطوه الضيوف على كام البتاع ده اللي اسمه دخول باب ال اسمه ايه ده اللي بيجي فيه الضيوف يا راجل الفندق دخول الفندق بتدخل انت الفندق ده مكان عام وبعد ما تدخل بتقول له فين الاوضه الغرفه الفاضيه علشان انا ادخل فيها. الدخول الفندق من الباب الخارجي وهتطلع فوق وتقول لا فيها متاع لكم وتدخل اي غرفه ما بيصير هذا انما بقول على الحته العامه دي. فالقران بيقول هذا ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم. الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الاستئذان في هذا واضح. مش عارف باقي
الاستئذان من السنة انت لما تدق الباب واحد يقول لك من، انك تقول فلان، تقول حسن، او تقول اذا كنت مسرور بحاجة له تقول ابو فلان. لكن لما يقول لك من لا يجوز، ان مكروه ان تقول انا. انا انا يعني انا دي لغة المتكبرين. لذلك لما جه سيدنا جابر على النبي عليه السلام ودق الباب فقال من، قال انا. سيدنا جابر يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا انا، كانه كرهها، يعني كره ان يقول انا. لما ابو بكر دخل على النبي عليه السلام مستاذن، وتعرف كان بيستاذن والنبي فين بقى عشان نعرف الزوج الاسلامي، النبي كان في بستان في جنينه، لكن البستان له باب، وما دام له باب يبقى الدخول عاوز اذن. فاستاذن فقيل من، قال ابو بكر، قال اذنوا له. وجاء عمر فقال من، قال عمر، قال اذنوا له. وجاء عثمان قال من، قال عثمان، قال اذنوا له. ام هانئ استاذنت، قال من، قالت ام هانئ، ده في قضيه اخرى، قال اذنوا لها. يبقى الواحد يعرف عن نفسه باسمه. اما كلمه انا مكروه، عرفنا كل النواحي اللي تتصل بالاستئذان طبعا، يعني كلها انا بالسلام. الى هنا انتهى الموضوع في الكلام على الاستئذان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الاسئله حد عنده اسئله؟ النهارده مفيش اسئله. لأن بيقطع الصوت السنة وصل الصوت لما حطل بين العمود، العمود ده يبقى بينك وبين جميلك، يبقى قطع الصوت. قطع الصوت مكروه إلا لضرورة لو في زحام. سيدنا عمر، سيدنا عمر لو هو جامع النبي عليه الصلاه والسلام كان يقف بين الاعمده بدون عذر برضه ممنوع شرعا، لان عمرو مش هو اللي بيشرع. عرفتني ولا لا؟ اسم عمرو الحسيني كل ده اضرب بالكلام ده في الحيطه. الشرع يعني شرع. عرفتني؟ لما يبقى زحمه نقف بين الاعمده. ما فيش زحمه نتعلم السنه والادب الشرعي، عمرنا ما هنتعلمها. ليه طيب مخنا ده مكردس؟ ليه؟ ليه مكردس؟ واحد خلاص الاسئله خلصت. واحد بيقول اذا طرقت الباب وسمت البيت اصحابه ولم يرد بعد كم طرقه يستطيع ويرجع، او يعني بعد يستاذن كم مره؟ اخ سؤال جميل. الحديث للاستئذان ثلاث، يستأذن ثلاث مرات. يا جماعة اللي هنا أدق مثلا محدش رد، دقيت الجرس كمان مرة محدش رد، دقيت ثالث مرة محدش رد، ثلاث دقات بعد الثالثة بقى. يستأذن تدق الدق الدق لما تخبط تخلي دماغهم يوجعهم ما بيصير. الاستئذان ثلاث. الله يسأل السؤال ده كويس أوي لأنه كمل الموضوع. ما هي ما موضوع كتاب فتح القدير؟ فتح القدير ده تفسير التوكل، كتاب ممتاز في الواقع، قيم جدا، يغنيك عن ابن كثير ويغنيك عن كتب الدرايه اللي بيسموها التفسير باللغه العربيه. فهو يفسر بالسنه والقران على طريقه ابن كثير، ويفسر باللغه العربيه والاهتمام بها على طريقة النسخ والتمثل والجمال. ما حكم من يباشر بكه في رمضان في وقت الإباحة ولكن بقي نائما حتى شروق الشمس؟ يعني واحد اتصل ببكه، حصل جماع قبل الفجر ونام، لكن لم يستيقظ إلا بعد الفجر أو بعد شروق الشمس. من ناحية الصيام، الصيام صحيح، لأنه
الرسول عليه الصلاة والسلام حصل أنه كان جنبا قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد الفجر في الصيام. واضح الكلام ده أفكار. أما من ناحية الصلاة إذا كان النوم لا تفوت وله عذر في النوم يبقى معذور لا يؤاخذه الله، وإن كان هو مقصر يبقى حرام عليه لأنه هيصلي بعد السنة. واحد يقول أذهب دائما بيت أهل زوجتي ومعي مفتاح البيت وأكل من غير استئذان وأنا أعلم أنهم يعني يأذنون لي، طيب هسألك يا قبر أهل زوجتك دولة ما تهمشي أخت زوجتك، ما تهمشي أم زوجتك، ده أنت بتستأذن على أمك، ما تستأذنش على حماتك، ما تهمشي واحد من الأولاد الموجودين وكان في حالة لا يحب أن يراها عليها أحد، حتى لو كان معك المفتاح برضه تفتح وتخبط الباب وتقول يا اللي هنا نحن هنا وصلنا، اللي متجوز بنتك وصل بالشكل ده عشان تنقرض، أو يوم الأسد وصل يبقى تعلم عنك. هل مكروه أن نقص الأذاكر في النوم؟ نوم. حد قال أن نقص الأذاكر قليل قبل النهار؟ حد أنت قلت كده؟ حد سأل الكلام؟ لا يجوز أن تغفر بالنوم بالنهار. هل لا يجوز أن نقول السلام عليك رحمة الله وأننا نقول السلام عليكم؟ نحن قلناه امبارح أنك يجوز تقول السلام عليك وتتمنى مثل ما تقول سلام عليك. أنا بديت مثلك وبتوصلني. إذا وصلتني رسالة من أحد هل يجب الرد؟ أنا منكر. أنت عارف يا أبو زيد الراجل لما استعر لما قعد يتكلم في قصة أبو زيد وراحت نايم كان نايم كان نايم لغاية ما خلص وبعدين قال له الله الله يا الشاعر عايز يرجع قصة أبو زيد. طب ما اتكلمت قلنا أنا لسه قايله هنا النهارده يبقى إزاي باقة أنت جاي تسأل عليه امبارح قايلين الكلام. هل يجب الرد؟ فورا أنا قايله النهارده أيوه الرسالة ترد عليها فورا، ترد عليها فورا بالثاني. بعدين السؤال ده هل يجوز إنك ترفع يديك في صلاة الوتر عند القنوت؟ تقصد من عند القنوت عند الدعاء، يعني رفع اليدين عند الدعاء جائز؟ ادالك من سؤالك جائز او جائز، وعدم رفع اليدين عند الدعاء بالنسبة للمأمومين ايضا جائز. انا بقول لك برد لك على قد سؤالك بس. هل يجوز ان نقول مذهبنا شافعي او حنفي او مالكي او غيره وإنما نتبع جميع هذه المذاهب ونأخذ الأصح؟ يا ابني أنا مش عاوزك تورط نفسك، طيب هاتلي مسألة فقهية وأنا هسألك فيها وقول لي الأصح وهقول لك رأي المذهب المقابل لك وقول لي إزاي تخرج أنت من الخلاف. أنا عاوز أولادنا الشباب الناس أولا يتعود التواضع للعلم، ثانيا في حاجات كتير